لو تأملنا الشعوب العربية في عصرنا من أقصاها إلى أقصاها، ما أعلم شعبا يقلقل في العامية أبدا. وذكرت لكم بالأمس، سمعت أحد إخواننا منذ عدة سنوات ممن يعني أصوله من القبلية يعني ينادي على أخ له فقال له يا عدنان، فخلق للدال بالفطرة، لكن هذا نادر جدا جدا جدا. ما أحد يقلقل لا في مصر ولا في المغرب ولا في السودان ولا في اليمن ولا في العراق ولا في الشام ولا في ليبيا ولا في دولة عربية أبدا. كلنا بالعاميات شو عملنا؟ أهملنا القلقلة. فلما نأتي لنتعلم تلاوة القرآن نتكلف القلقلة كلنا. شو بنعمل؟ نتكلف القلقلة. فلما نتكلف شيئا لا نتقنه ولا نعرفه من قبل قد نصيب وقد لا نصيب، أليس كذلك؟ فنتعلم القلقلة كما يتعلم غيرنا من غير العرب حروفا عربية ليست في لغتهم، كما أن الحاء مثلا ليست موجودة في بعض اللغات الأعجمية كما ذكرنا بالأمس، بيجي بده يقول الرحمن الرحيم بيقول الرحمن الرحيم، وبيضغط وبيضغط الرحمن الرحيم، وبيتعب كثير إلى أن إيه أن ونحن كذلك لما نتعلم القلقلة ما من السهولة، أليس كذلك؟ فأنبه الآن على أمر ما يتعلق بالقلقلة فقط بل يتعلق بكل حروفنا وكل أحكامنا. أيها الإخوة، الخطأ في التلاوة يدخل من فين؟ يدخل من الإلف العامي. كلنا ببيوتنا نتكلم باللهجات العامية، أليس كذلك؟ كلنا من ألفنا إلى يائنا. لما نأتي لنقرأ القرآن قد نقرأ القرآن ونحن إيه؟ متأثرون ببعض عامياتنا، من جملة ذلك عدم إتقاننا للقلقلة. فنتدرب نتدرب، لما نأتي نتدرب موضوع جديد، بيجي بده يقول أبي بلك أبي أو بلك أبا أبا، انتبهنا كيف؟ فالأساتذة المشايخ يردون يصححون، بس بعضهم يعني بصير عنده نوع من الإيش؟ الملل، عرفت كيف؟ بالأخير بيسكت يعني بيسكت، إيه رديته مرة وتنتين وعشرة وعشرين وخمسين وما كان تزبط معه، فبعضهم بيسكت، انتبهنا كيف؟ هذه أول مرحلة من مراحل الخطر، سكوت من يعلم. المرحلة الثانية انتشار الخطأ في المجتمع لسكوت من يعلم، فلما بينتشر تألفه الآذان. المرحلة الثالثة وهي الأخطر، تدوين هذا الخطأ في المؤلفات الجديدة، تدوين هذا الخطأ في المؤلفات الجديدة. وهذا ما حدث في القلقلة. المشايخ المتقنين، شو اسمع عبد الباسط، اسمع الحصري، هل يقول لقد كان؟ هل سمعتم تسجيلا واحدا للحصري يقول لقد كان؟ أو يقول إبراهيم إبراهيم؟ ولا واحد أبدا، لا هم ولا غيرهم من المتقنين. لكن عند من جلس بين يدي أساتذة وردوا وردوا يأسوا منه تركوا، والغلطة الكبرى أن يجيزوا. هذه غلطة، غلطة لو صدرت عن أي شخص مهما على كعبه في هذا العلم. الإجازة أيها الإخوة شهادة من المجيز للمجاز بأن قراءته مطابقة لقراءة أستاذه على شيخه. لما أنا بقول لأخ أجزتك معناها أشهد، شوفوها، أشهد أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على شيخي، أشهد. وربنا يقول ستكتب شهادتهم ويسألون. ليه؟ الله ما كلفنا، كلفنا ربي نجيز واحد
مشان ما يزعل، يزعل يا أخي. إذا بخاف من الله لازم ما يرضى أن يجاز إلا وهو إيه. مرة أستاذنا الشيخ عبد العزيز الله يرحمه عيون السود قال لي هيك بهيك من لوحده، قال لي يا عمي إذا جاءك واحد وأتقن التلاوة كلها إلا حرفا واحدا حاول جاهدا وما أتقنه، ماذا تفعل؟ أتجيزه أم لا تجيزه؟ قلت له سيدي والله ما بعرف. قال لي تجيزه وتنصف الإجازة وتقول وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. قال لي بتقول في الإجازة، يعني بفرضوا مثلا بعض إخواننا اللي عندهم هذه اللحمة اللي تحت اللسان قصيرة، مهما رفع طرف لسانه لا يصل إلى مخرج الراء مهما حاول. الآن عم يساووا لها عمليات هيك بلغني بيطولوها يعني، فبتقول له الرحمن يا الرحيم، بيقول لك الرحمن يا الرحيم، تلاقي عم يعتمد على مخرج الغين. بتقول له رمضان بلغ غمضان، بتحاول راروري بلغ غاغوغي، يعني بعد تعب وعناء وكله زبط، كله زبط إلا هالحرف هذا. انتبهنا؟ طيب لو جبت له ناس وقلت له شرح لهم الراء، فقال لهم الغاء تخرج من طغف اللسان وكذا، وقعد يشرح لهم بلسانه لكن هو يجيد الوصف، وإذا قرأت أمامه الراء الصحيحة ميزها من الراء غير الصحيحة، يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. هي فائدة خدوها من شيخنا الله يرحمه، قال لي يا عمي بتجيزه وتنصف الإجازة، تقول وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه. نعود إلى حديثنا أيها الإخوة، انتشر في مجتمعاتنا قلقلة، ساعة فيها شيء من الكسر مثل لقد كان، وساعة فيها شيء من الفتح مثل إبراهيم، وبشكل أو شيء من الضم اللي كتبتم توبتم توبتم، سمعان يعني باعتبار الباء قبلها مضموم وبعدها مضموم. انتبهنا؟ فأخونا بالله خلى شفايفه ايه توبتم توبتم. فجاء عندنا جيل، طبعا صار في سكوت في المجتمع، انتشرت بين الناس ألفتها الآذان. جاء بعض المعاصرين لما ألفوا قعدوا هذا الخطأ واختلفوا في تقعيده، لأنه هو أصلاً مو منضبط، باعتباره هو مو منضبط. بعضهم قال إن القلقلة تميل إلى الفتح، وبعضهم قال لا، القلقلة تتبع ما قبلها، إذا قبلها مفتوح تميل إلى الفتح، قبلها مضموم تميل إلى الضم، قبلها مكسور تميل لمين؟ إلى الكسر. وأغرب فريق ثالث فقال تتبع ما بعدها، ولا الأول ولا الثاني ولا الثالث صحيح. الله يرحم سيدنا وشيخنا وصاحب الفضل علي شيخنا الشيخ إبراهيم علي شحات السمنودي رحمه الله في منظومته لعلى البيان بيقول قلقلة قطب جد وقربت للفتح والأرجح ما قبل اقتفت، يعني ذكر قولين ورجح إيش أحدهما. فجاء واحد رد عليه قال وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا، ولها تصح ولها تصح. القلقلة يا أخواني اهتزاز، إذا قلنا أقرب إلى الفتح أو تتبع ما قبلها معناها بعض الحركة، أقرب إلى الفتح معناها فيها فتح، جزء من الفتحة، جزء الحركة. هل له اسم عند القراء أم ما له اسم؟ له اسم. ما اسمه؟ روم. إلا إذا رمت فبعض الحركة، بعض الحركة روم. وهل سمعتم مؤلفا من أئمتنا يقول عن القلقلة إنها بعض الحركة؟ أبدا أبدا، بل إنها في بعض المواضع تغير المعنى والعياذ بالله.
انتبهنا كيف؟ لعل بعضكم سمع مني في مناسبة سابقة، مرة كنت في الجزائر رئيس لجنة المسابقة الدولية، وكان في متسابقين من دول كثيرة جدا. أحد إخواننا من إفريقيا، من إحدى الدول الإفريقية، عم يقرأ، فجأة وصل يعني تلاوته وصل إلى آية قال: فدعوا الله مخلصين له الدين. لما قال ذلك أنا شعرت بقشعريرة تسري بأكتافي. ونحن أيها الإخوة في المسابقات يعني نقيم القراءة ونضع درجات ولا نرد ولا نصحح، لأن المقام ما هو مقام تصحيح وتعليم، هو مقام تقييم. لكن هذه ما أحسنت أسكت عليها، فأوقفته وكان جالس في الصف الأول رئيس الوزراء تذكر، قلت: أيها الإخوة، أسمعتم ماذا قال ابننا المتسابق؟ قال: فدعوا الله. وهو مراده فدعوا من الدعاء، ولكنها خرجت معه إيه؟ كأنها والعياذ بالله إيه؟ نسأل الله العافية. وشرحت القلقلة وبينت بأن القلقلة اهتزاز. فدعوا وليس فدعوا، ليس انتبه. وبينت وقلت: اللهم إني رفعت، اللهم إني بلغتك يا ابني هذا، والله يسامح اللي علمك، اللي علمك الله يسامحه، هذه مو صحيحة وكذا، وأنصحكم يا إخواني من كان معتاد عليها أن يترك، هكذا قلت. وأنا أقول لكم من كان معتادا منها على ذلك، نصيحة لوجه الله، أن يتركها وأن يتدرب على أمر أسهل منها اللي هو الاهتزاز. قولوا مثلي بعد إذنكم: أج هذا انتهى الموضوع. صعب بس قبلها مضموم، شو بدي بقبلها؟ أنا قبلها مفتوح ينفتح يا أخي، أنا بيهمني الحرف هذا، هذا ساكن مقلقل، شو علاقة قبله فيه؟ فكل ما تسمعونه من أن القلقلة أقرب للفتح أو ما بعرف إيش، كله من كلام مين؟ المعاصرين. أما عند القدامى، مرة يا شباب كنا في اسطنبول